السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أكلتنا حتنقذوا قديش سهلة وبسيطة وفيها مكون أساسي واحد. هالمكون الأساسي هيدا هو التوم، مثل ما أنا شايفين توم عادي، بس هيدا التوم هنعمل فيه أكلة، وهالأكلة كنا صغار ومعودين عليها، كانوا يشجعونا أهلنا عليها لأنه فيها فوائد كتير كتيرة. نحن حبيناها بدون ما نعرف شو فائدتها، بس كانت والدتي الله يرحمها تحكي لنا قصة عن التوم. فمرة قال وحدة من القرية بعيدة بلبنان، قرية بعيدة، وكانوا من زمان يجوا على الدواب على بيروت، ابنها مصاب بمرض بصدره، حطوا على الدواب واشتفي على بيروت، ضلت كم يوم بالطريق. وصلت قام الطبيب فحص له صدره، قال لها صار المرض معه كتير متقدم وما له علاج، خدي يا مدام وحطي ببيته خلي يموت قدام عينك هنيك. بقى هي حرام قدي زعلت وانقهرت، أخدت هالولد وراحت. بالطريق مرقوا قدام جلول كليتها مزروعة زرع يعني، قامت حطت ابنها ليرتاح ونام على حصير معها كانت وعلى الأرض، وراحت لحتى لتنقي شوية زعتر أو شيء من الحقلة. قدام كان في عرق مزروع للتوم أخضر، قام شيل العرق من كعبه، أكل الأخضر وأكل كعب التومة اللي هو لحصوص التوم. حس بحاله أنه عرقان يعرق حتى صار كله مي، صار هو جيعان، صار يقطف وياكل. اجت امه لقيته ما شاء الله بعد ساعتين بلش وجهه يورد وصحته تحسنت كتير. قامت صار تعطيها المي وتشربه وحملته واخدته على القرية، وهنيك صار طعميه عادي، صار ياكل اكل وفويك وكل شيء. بعدين بعد شهر من هالحادثة رجعت على بيروت وجابت ابنها، اجت عند الطبيب قطوا حياتك يا حكيم شوف لي ابني شو اشبوه. أما قال لي ابنك هيدا ما اشبوه شيء، قال له فحص لي صدره. قال له ما بيشكي من شيء ما شاء الله ابداي. قالت له هيدا اللي من شهر جبت لك اياه، قلت لي رايح يموت. قال له شو عملتي؟ قالت له اكل توم بالصدفه، الله سبحانه وتعالى بده ينقذه ويخلصه، اكل توم وروى من مرضه الصدري. هيدي القصه تخلينا انه نحب نحن ناكل توم وننبسط بالتوم، بس التوم ما بهالشكل هيدا بس لوحده. هلا هعملكن أنا الوجبة اللي كنا ناكل منها ونحبها كتير. فأنا هعملكن وجبة لفوائد التوم، وأنا عم أحضركن هالوجبة هاي اللي بدنا نحنا نشوف كيف عم تسويها. أول شي بسم الله الرحمن الرحيم، أنا التوم هيدا 3 روس توم فرمتهن بالمكنة الفرم البصل ناعم بهالشكل هيدا، يعني منه ناعم كتير، لاحظتوا كيف هو بهالشكل. فينا نفرمه على ايدنا على خشبة اللي بنفرم عليها، نعمل هون شرائح هيك، وفينا نعمل هون اكبر من هيك واصغر من هيك اللي بدنا اياه. فينا نعمله مدقوق بس مسحوق شوي وبعده خشن، كمان بالطريقة اللي نحنا منحبها. هلا حط نحنا هلا حطوه بهالوعاء هيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، حطيت هيدولي بس توم شوي حتى فرجيكم نحنا كيف بنعمله. هلا جيت انا حطيت شويه ملح، هيدول الملحات بكفوا لان الملح ما ننسى ان الملح بضر، هي شويه ملح. هلا هيدول بدي اسحقهم منيح انا حتى لي يعصروا بكعب الملعقه هيك ليصير حس فيهم انا صار عمالي يعرقوا يطلع المي شوي منهم، يصيروا يلمعوا يعني، بس يصيروا يلمعوا. هلا هيك حنكتفي. بسم الله الرحمن الرحيم، هلا بنحط لهم زيت، قدينا نحط زيت وزيت زيتون ما ننسى انه زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم، قد ما بدنا يعني نحن كرمة وهو التوم بيستاهل، كتير بيستاهل الكرم لأنه كتير مفيد. وهيدي هي وصفتنا، هيدي هي وصفة
الثوم اللي انتم شايفينها وهي اكله بحد ذاتها، بحد ذاتها اكله. هلا بيقولوا لكم انا عملت عليه بحث هيدوس، يعني في ريان ما تنسوا ريان، لانه ريان طبع لي كمان. هلا الثوم اللي هو بفصل الشتاء بيتناولوا كثير من الثوم، لانه الثوم بيعزز المناعه عند الجسم، مناعه الجسم، وكمان بيحمي الجسم، ما بيعزز المناعه بيحمي الجسم من الانفلونزا، من نزله البرديه، وكمان بيعمل وقايه من اذا كان الغده الدرقيه اللي هي بالرقبه بنعرفها نحن، اذا كان عندها نشاط زايد طبعا هو مرض، واذا وقف نشاطها كمان مرض، فلما يكون عندها نشاط زياده الثوم هو بيعمل لها توازن. كمان اللي عنده الكوليسترول كمان بيقضي على نسب كبيرة من الكوليسترول اللي هو بيصيب الشرايين والأوعية الدموية، وكمان بيوقف الجروح. كانوا بالحرب العالمية الثانية يستعملوا الثوم لعلاج الجروح بالحروب، لأنه كمان بيمنع الالتهابات وبيقضي على الأمراض اللي أو الالتهابات اللي من على الجروح، بيعمل وقاية منها. وكمان في عنده كمان كمية من اليود، هيدا اليود اللي بيساعد على تقوية أو توازن الغدة الدرقية. وكمان عنده الفيتامين بي سي بكمية كبيرة، نسبة كبيرة كمان. هذا الفيتامين سي هو اللي بيحسن المزاج العام عند الإنسان، تصوروا كمان طبيب نفساني هو بيحسن المزاج عند الإنسان. وكمان وقاية من مرض السرطان، الله يبعده عنا وعنكم جميعا، بجميع أنواعه، للثدي وللمثانة ولل يعني كتير كتير أشياء، المعدة، الكولون، يعني البروستات، بيقضي على هيدول وبيمنع بأول مناعة ضد هالمرض هيدا، الله يبعده عن الجميع. كمان بينظم مستوى السكر بالدم، بس اللي عنده سكري أرجوكم ما ياخده إلا ما يستشير طبيبه، لأنه في أنواع كتير من السكر، يمكن الثوم يضر أنواع محددة من السكر ويفيد أنواع محددة، بس بقية الشروط الثانية اللي هو بيعملنا ويقاي منها، فبإذن الله بسبب الأبحاث اللي عاملينها بيقولوا أنها مفيدة ومؤكد من إفادتها. فهيدي هي طبختنا اللي هي الثوم هيدا اللي كنا أكتر شي نحب ناكله، يحطوا لنا إياه بالعصونية ونقعد بالشمس برا بالشرفة وصغار وناكل من هيدا وننبسط فيه كتير، وخصوصي بفصل الشتاء. بقى إن شاء الله أنتم بتجربوه بتلاقوه طيب، بتذكرونا بالخير. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.